بمقطع اليوم رح اجرب اغرب الكيبوردات اللي موجودة في العالم، لاني رح العب فورتنايت لكن كل ما اخسر العب بكيبورد اصغر. فبس قبل ما نبدأ، طالما اني عم بظبطكم بالافكار، اضغطوا زر اللايك بس، ما بدي ولا شيء منك، بس اضغط لايك. طبعا يا جماعة هذا هو الكيبورد اللي انا بستخدمه، وهنا شو مكتوب؟ شو موجود؟ SBI موجود بكل مكان، استخدموا هذا الكور الله يسعدكم. وبس يا جماعة هلا خلينا نبدأ بتحدي تبديل الكيبورد. طبعا يا جماعة لحتى اخلص هذا التحدي لازم اني افوز، ولو ما فزت وضليت اني اموت رح اضلني اني ابدل الكيبورد. انكسر الكيبورد، ما انكسر، رح اضلني ابدل الكيبوردات. يلا بسم الله، نزلنا منطقة ميجا سيتي، عشان ما تقولوا نزلت منطقة بعيدة، لا ميجا سيتي لعيونكم. يا رب ما حد ينزل معي. ايرن ايرن لا تجيب لي الجلطة. ايرن ما بدي اموت، خلاص بس ربيتها، ما بدها شيء، ايزي اللعبة. سبيدورة سامحتك كثير، معها سلاح هجوم العمالقة، والله لو اني اشيلها. اوه ايوه، يا غدار انت وين زابن هنا؟ وينها سبيدورة؟ وينها؟ انا حاسس سبيدورة هي اللي راح تغدر فيني. ما تعرفني انه انا سبايدر؟ حاط سكين ايرن تقتلني، بعرف انا. سبيدورة انا والله حاس انه انت اللي راح تشيليني. خليكي معي شي مره. وين هربت؟ خرب بيتها. وينها؟ المفروض تكون هنا. ايوه انا كم واحد في، الله ياخذه، ضرب واحد شالني. اوكي لقمنا، لازم نغير اول كيبورد. الكيبورد الثاني راح يكون من كامل تك. هذا الكيبورد وصلني من فترة طويلة ولحد الآن أنا ما فتحته، راح أفتحه معكم لأول مرة. كيبورد أسطوري مثل ما شايفين. طبعا هذا الكيبورد من صاحبي، راح أحط لكم بالوصف رابط موقعه، رابط الانستغرام، كل شيء، عشان إذا بدكم حابين تشتروا من عنده. هذا مو إعلان، ما هو إعلان، بس هذا دعم مني لصاحبي. هذا هو الكيبورد يا جماعة، أصغر من الكيبورد اللي كان موجود عندي. يعني هاي الأحرف اللي موجودة هنا ما في، الإفات مو موجودين، فخلنا بس نوصله. بسم الله، أيوه اشتغل صح. يو صغير، ماني متعود عليه، كثير صغير والله كثير صغير. خلنا ندخل جيم ونجرب كيبورد كامل تك. اوكي دخلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي البناء انا هيك عندي. شلون افتح الماب؟ ايوه ان ما عرفت شيء. خلنا هالمره نغير، ننزل في هاي المنطقه. يا ويلكم، شو راح يصير فيكم؟ ما شو الزر اللي ايوه هاد كل شيء تغير. يو في كثير عالم، والله ما لازم اني اموت، كلهم نازلين على سلاح هجوم العمالقه، انا الوحيد اللي احصله. ايرن تعال اخذ السلاح. طبعا انا متاكد ممكن تشوفوا اغلاط باللعب، يعني بالبناء، لاني ماني متعود لسه على هذا الكيبورد. الله ياخذكم، الله ياخذكم. هاتو بيج او شيء. شفتوه اللي عجبني يا جماعة بهذا الكيبورد انه ما يتحرك، ما يروح يمين ويسار. ليش؟ لانه وزنه تقريبا ممكن 3 كيلو 4 كيلو، كثير ثقيل مو شوي. ايوه هو هنا. ايه الفن، من وين اجا؟ ابني يعني شايفك. الله ياخذك. ولا مين؟ حل عني، ما بدي اموت. يعني ليش لسه ما استمتعت بهذا الكيبورد؟ خلينا نستمتع فيه شوي بس. صار صوت، في صوت. شو هاد؟ اجتني مساعدة، سبحان الله سبحان الله، شوفوا هالمساعدة ما احلاها. حصل ثلاثة لعبة. ايوه يا هيك المساعدات يا بلا. السلام عليكم. اي واحد. ايه يو. شو هاد؟ هذا معه نفس سلاح شكله، الله ياخده. واو مسكر على نفسي، الله ياخذهم. يخرب بيته هذا اللي كان عم يضربني. ايه هذا اللي كان عم يضربني. خلينا نطلع لهون. اطلع سبيوري. نوب ما ياخذهم. ما بقدر افوز اذا بدلت هذا الكيبورد، مستحيل افوز. الكيبورد اللي بعده يا جماعه راح يكون هذا الكيبورد. اي والله هذا الكيبورد، شلون شوفوا.
كيبورد شوفوا مصغره، هذا الكيبورد اصغر من اللي قبله. ليش؟ لانه خلاص تعمل له هيك يصير ما شاء الله صغير. شوفوا ما في ازرار. طيب يا جماعه شغلته، خلينا نجربه اذا شغال. هذا الزر، هذا الزر ما اعرف، هذا شكله يشتغل دائما. المهم لو ضغطنا به، ايوه به هي الرقصات. الحمد لله اتوقع انه شغال. خلينا ندخل، خلينا ندخل. بس كيف اطفي هذا الزر؟ من هنا. ايوه يلا. طبعا هاي التحكم، اي اصبروا اصبروا اصبروا، صعب. خلاص مستحيل افوز، مستحيل. الكيبورد اللي راح مستحيل افوز. هاي السبيس هنا، او في سبيس هنا، شوفوا. طبعا الحمد لله كل الازرار شغاله، لكن لازم تضغطها بقوه يعني. اوه المنطقه فيها عالم، ماي جاد. امشي، حط حط على السلاح. ويلكم. ايه ايه، بس اجيب كل، بس اجيب كل واحد، ما بدي شيء. سته، رقم سته، رقم سته، رقم ثلاثة. شو اللي بدل؟ هاد خرب بيته، ما بيموت. اهرب 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 سبايدر، اهرب اهرب. رقم سبعة، اضغط رقم ما يضغط. ايوه شو ناخد هاد؟ تعال روح روح لندرعم، روح لندرعم. تعال تعال، ما تهرب، تهرب يخرب بيت شيطانك. وين بدك تهرب؟ ليش بدك تهرب؟ ليش؟ السلام عليكم، انا اللي بهرب، انا اللي بهرب وبهرب وبهرب. لكن انا هيك، لا حتى الماوس خربت. بس مو خربت الايم سبايدوري، هذا ايم اكاد. والله ايمي. بس علقت عدة المناورة، من ممكن من الكيبورد. تخيلوا افوز، والله ممكن افوز. سويها سبيدوري سويها، في واحد هون. الله يرحمك الله يرحمك. فاجأتك مو فاجأتك، انتوا هيك بدكم، وانت كمان. يلا اقنعني انا تحت كيف متت، اقنعني انا موجود تحت شلون متت. يلا يلا شلون كيبورد المطاط المعفن، الله ياخده. الكيبورد اللي بعده هو نص كيبورد، ما نص كيبورد. شوفوا يا جماعة إن شاء الله يكون شغال. أيوة شغال. تمام الحمد لله، التحكم يعني ماشي حاله. نجرب البناء بس. هاي الدرج، هاي الجدار، أرضية، هرم، أيوة، والتعديل. لا 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 الحمد لله، شكلنا لازم نفوز بهذا الكيبورد، لازم. شلون أفتح الماب؟ شلون أفتح الماب؟ حرف الإم. الإم مو موجودة. طيب تاب، لا تاب أنا مغيرها. طيب بلا الماب، بلا الماب. أنا شلون أنا نزل يا حمار؟ لا أخذ سلاح، انتبه كان شالني. في قدرة، رقم سبعة، رقم سبعة. شلون بدي أخذ خرات؟ ما أقدر أخذ خرات بسبب إنها برقم سبعة. في حل؟ ما في حل. مثلا إذا فتحنا هنا، طينا هنا. أيوة أيوة زبطت، ليتس جو، زبطتها زبطتها. خلاص في حل ثاني يعني. في واحد، روح اضوي مرة ثانية ومرة ثالثة. القم. موزة، مين أخذ موزة؟ الله ياخذ هالكيبورد. أخذ موزة بدل الاس ام جي. يا مو عارف أتحكم. صعب يا جماعة، تلعبوا بكيبورد ثاني. هاكر ما شاء الله هاكر. تعال هنا. يا أمي من وين؟ يا جماعة اجتني رصاصة بالغلط والله. يا ايدي صارت توجعني. بالغلط. اعطيناه هيل. الله ياخذ الشيطان. اعطيناه هيل. ما كان يموت. جبت 8 كلب بهذا الكيبورد يا جماعة. لا لا لا. اصبر. كسوني خرب بيت الزول. ما شاء الله كسر. شلون راح افوز؟ شلون راح افوز؟ الكيبورد اللي بعده يا جماعه راح يكون هذا الكيبورد، انتم شايفين مثله؟ موجود فيه كل شيء وحتى اشياء زياده ما بعرف لشو. خلينا نشغله، اشتغل، بسم الله. طبعا انا شلون بتاكد؟ بضغط بي. ايوه اشتغل. شغال. اصبروا. في ماوس،
والله في ماوس، شوفوا حرفيا كيبورد كامل متكامل مع ماوس. خلينا نجربه. طيب دخلنا جيم نجرب، بس نمشي. حلو. مستحيل الكيبورد عند الماوس. الله ياخذ هالكيبورد. قلت لكم اغرب كيبوردات بالعالم. في تاخير يعني، ولمس. لا ولمس، وسعره رخيص ما له غالي. نحن نجي ناخذ اسلحه. بس افتح امشي. يو هلا موات الهيفي. خمس. يموت. من وين جهات؟ الله ياخذه. حط رقم 5. في واحد. اوف ادخل. شلون هربت؟ ما اعرف. حط اثنين. بس. حط 4. بس تعال هون. عصبني ما يمشي. وين العالم؟ وين جيوهم؟ تعالوا. صرت جايب 2 كل اسطورة الاساطير باصغر كيبورد في العالم. لسه في اصغر منه ترى. اوكي وموجود ان شاء الله. انا وانا العب باصغر منه ونفوز بهاد. بس يدي صارت توجعني. حط اثنين. لا حط ثلاثة. تعال. اسوي تحدي فيه فقط اني العب بهذا الكيبورد. شو رايكم؟ معاه ماوس، معاه كل شيء. طبعا مستحيل نفوز. اضغطي. تعال هون الكم. اقسم بالله ممكن افوز. سبايدر مان الله ياخذ شيطانك. اكسرها، خلها ممكن نسوي فيها تحدي بعدين. الكيبورد اللي بعده عبارة عن جهاز تحكم بالتلفاز. شوفوا أقدر أتحكم بالماوس ليزر. شوفوا شلون. الله ياخذ الماوس. لكن موجود وراه كيبورد. إيه والله موجود كيبورد. بس اللي عجبني إنه شلون مزبطين الماوس. شوفوا أتحكم ليزر. أنا ندخل طول النوبلينج. آخر فرصة لي. يا رب يجي كله بالتهدي يا رب. يلا بسم الله. طيب دخلنا. ما يمشي. لا والله يمشي لكن يتأخر. أوكي يتأخر. هاي السبيس كل شيء شغال. البناء ما فيني أبني صح، نسيت ما في بناء. أيوه شوفوا. وين سبيس؟ يخرب بيت اللعب. روح لشوف اصغر كيبورد في العالم شلون راح نفوز فيه. هات سلاح. اي والله هذا الكيبورد احسه افضل من اللي قبله. الازرار جنب بعض لعن. قتلته. اي واحد شفتوه معرق. اضربني لقمنا يا حبيبي. معه سيف. تعال وهي الاخيره. تعال هون. اخي والله اني معرق. ايوه انت المناور. الله ياخذ الموزه. شو بدك موزه غبيه؟ انا خايف اقسم بربي خايف. موزه. ايه موزه الله ياخذك. لا تخوفني. خربيته. شالوا بعض. خربيته. موت. قدرت اشيله باصغر كيبورد في العالم. تستاهل يا بوتا. روح. في واحد شفتوه؟ الحمد لله. غبي ايرن رايح لعنده. تزحلق بالغلط. طاير شفتوه؟ قعد ما يشوفنا. عم يدور عليهم، عم يدور على العالم. روح. الله لا يجيبك عندي يا رب. جعلك ما تجي يا رب. يا رب ما يجي. اجا. ايوه يا فنان يا سبيدوري انت يا فنان الفنانين والاساطير. فلتلته. يلا صدني واحد. ديكو اضرب. جبته. فزت باصغر كيبورد في العالم. فزت.
مش صار علقت اللعبة والله علقت. فبس يا جماعة لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. إذا بدكم إني أسوي هيك نوع من التحديات اكتبوا لي تحت بالتعليقات وأفكار كمان نسويها واضغطوا زر اللايك وبس. شكرا لكم للمتابعة لحد الآن. كان معكم سبايدر. Peace out.